بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ وأهلا ومرحبا بكم في محاضرة رقم 130 في عدد محاضراتنا هنا في ساقية الصاوي. ابتدينا مع ساقية الصاوي منذ سنوات، والنهاردة بنكمل المحاضرة رقم 130 في محاضراتنا التطوعية للشعب المصري. الفكرة كلها للناس اللي بتحضر لنا لأول مرة هي فكرة ان احنا بنحاول نعيد كتابة التاريخ المصري بشكل مبسط جدا. بنستخدم topics معينة او مواضيع معينة، وهذه المواضيع بتهم المصريين من حيث الحضارة، الاثار، السياحة، وكمان اللغة. والنهاردة موضوعنا موضوع اللغة، عشان كده مفيش شاشة النهاردة وفي ورق، والورق ده هيبقى فيه هيروغليفي مكتوب وله علاقة باللغات الاخرى. فاللي عايز يشوف الهيروغليفي ده هيبقى صعب عليه جدا ان هو يشوف وهو قاعد ورا، فبالتالي لما انا اعمل كده هوت وحضراتكم ما تشوفوش، من حقكم ان انتوا تيجوا وتقربوا لو تحبوا علشان تشوفوا الهيروغليفيه اللي هنا دي. النهارده بنتكلم عن نحن نتكلم لغات العالم. زمان كنت بكلمكم ومحاضرات سابقه كنا بنتكلم على ان احنا كنا بنتكلم هيروغليفي، وان في كلمات هيروغليفيه ممكن ان هي تبقى في بقنا واحنا بنتكلم، بل في كلمات انجليزيه، كلمات طلياني وفرنسي ويوناني عندنا في اسكندريه كتير قوي، وخدي تركي وفارسي وكده. لكن ان انت تبقى عامل هذا المزج ما بين كل حاجه هتستغرب. النهارده يوم الغرائب، محاضره الغرائب، نبتدي باول غريبه. عندنا كلمه فارسيه، وخد بالك في حاجه عجيبه قوي حصلت في اللغه الفارسيه. اللغه الفارسيه كان اسمها اللغة البهلافية، وبهلافية اللي هي بهلوية، هو كان اسمه الشاهن شاه رضا بهلوي، أو زي ما هم هيقولوه بهلافي، وشاهن شاه ملك الملوك. طيب حاجة عجيبة جدا بقى، الأتراك لما جم عاشوا عندنا اللغة الإليت بتاعتهم، لغة الإليت بتاعتهم، والإليت أي الرقي، علشان كده ده شخص ايه قليط، ده بيتقالت علينا. جاي منين بيتقالت علينا؟ جاي منين ده شخص قليط؟ إليت. وعندنا في اسكندرية كان في اشهر ريستوران بجانب سينما مترو في محطة الرمل، ودي المنطقة اللي زي عندكم وسط البلد كده، كانت إليت. وكل ان انت تروح تاكل ايس كريم في إليت دي يعني انت من عظماء قوم قريش. وكان عندنا حاجة اسمها كاساتا، الكاساتا دي كانت بتبقى ملفوف بايس كريم، ملفوف في ورقة شفاف زي اللي انت بتشف عليها في كلية الهندسة، وبتروح واخدها بالايه؟ بالمعلقة. فكل ان انت تروح تاكل كاساتا في إليت دي حاجة عظيمة. فالاتراك جاي لك، استنى، فالاتراك تسلم يا ربنا بارك. فالاتراك لما كانوا هم ذات نفسهم إليت، يعني هم الأتراك خرسيس مرسيس أدبسيس، هم ذات نفسهم مناخيرهم فين؟ لكن هم عشان هم بقى يتقلطوا على بعضهم كانوا يتكلموا اللغة الفارسية. يبقى زي ما انت يوم الأيام جالك الفرنش، اللغة الفرنسية كانت هي اللغة الإليت ما بين المجتمع والأصول، وعشان كده عاش وسط منظورك إيه أكتر من الإنجليش. يعني انت عاش عندك بونجور اكتر من جود مورنينج، عاش عندك مدام اكتر من ميس وميسز، عاش عندك المدمازيل، صح؟ مش انت لغايه دلوقتي لسه بتقول مدمازيل فلانيه وبتقول مدام كذا؟ طب ما هو ده فرنش، ما قلتش ليه بقى؟ وبتقول ميرسي، ما بتقولش ثانك يو، صح؟ ثانك يو هتتقال، لكن الاكتر ايه وسط الشعب، اتكلم عن اللغه الشعبيه، هي ميرسي. طب ليه الفرنساوي عمل هذا التاثير الخطير رغم انه ما عادش غير 3 سنين؟ شرفونا 3 سنين خلاص، والتانيين شرفونا 72 سنه تقريبا. اللي شرفك 72 سنه الانجليزي ده، ها ده ما خدتش انت اللغه منه. المصري وما يريد، المصري وما يبغي، المصري وما ايوه بالظبط كده. طيب نرجع مرجعنا للايه الفارسي. فكان على، هنحط في البدله او فعلى، تسلم ربنا بارك، فكان على الأتراك وهم قاعدين بيتكلموا مع بعضهم ان هم يتكلموا بعض الكلمات الفارسية اللي انت بتثبتي بيها ان انت يعني اللي ما حصلتيش. اللغة دي اتفقنا كانت اللغة الايه؟
معلش اللغة البهلوية أو البهلوية. طيب جت اللغة البهلوية بعد عدة سنوات كثيرة جدا ماتت. اللغات بيبقى فيها حاجة اسمها اللغة الميتة، زي دلوقتي مثلا الهيروغليفي يسموها dead language. ممكن خلاص dead language عشان الفلاش كويس كده. فالdead language دي يعني لغة ميتة، معلش عشان كويس كده. فهل الهيروغليفية لغة ميتة؟ ده الكلام اللي بيتقال في كل حتة لما تروح تقابل العلماء الكبار يقول لك dead language، مليش دعوة. فانت تقول السنة دي عاشت في وسط ايه؟ عاشت في وسط العربي عندي في مصر، يقول لك يعني عاشت جوه الايه؟ جوه اللغة، لكن كلغة بحد ذاتها كده هو لا، ما عاشتش، ماتت. فنفس القصة في البهلفية، جت البهلفية ماتت وجت لغة فارسية أخرى أخذت. ولكن في حقيقة الأمر أنت يا مصر لما لقيت الأتراك، لما لقيت الأتراك بيتكلموا فارسي بدأت أنت تلقط منهم فارسي. كعادتنا احنا نحب تملي ايه؟ نشوف الأجنبي بيعمل ايه ونعمل زيه. فلما ماتت البهلفية عاشت عندك، يعني انت حافظت على البهلفية بتاعت فارس من غير ما انت ايه؟ تدرى، من غير ما انت تاخد بالك. هنوطي سنة بسيط كويس كده؟ ليه؟ لان هي ماتت هناك لكن هي ما ماتتش عندك هنا. هجيب لكم بقى امثلة للكلام ده هتتعجبوا. ناخده مثال، وهو المثال الاكثر غرابة، كلمة بامبا. بص بقى انا بجيب لك ايه بقى كلام اغرب. ما انا بقول لك النهارده محاضرة الغرائب، انا وانا بذاكرها بستغرب لان انا اتعلمت حاجات جديدة انا كمان. بامبا دي هتجيب لك في دماغك حاجتين صح؟ يا اما لو انت كنت راجل قديم هتفتكر في واحدة فاسدة كانت رقاصة اسمها واضح ان كله افتكرها، ايه العجاية؟ مش دعوه بالسن خالص، خلاص. اللي هي بامبا كشر، وده اسم غريب جدا ان انت ان واحده ست يعني حد يسقى عيله كشر يعني ورقاصه يعني. طيب الاسم ست نفسه من كتر ما هو عاش في الموروث اللي اتعمل عليه افلام، وحسن الامام كان بيكافح ويجاهد ان هو يؤرخ للراقصات دول ما بين بامبا وواحده ثانيه كان اسمها بيبا عز الدين ومش عارف ايه. المهم يعني انا ليه استخدمت طيب وبديحه مصابني عشان ما تزعلش، لكن ايه اللي كان، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كلمه بامبا دي كلمه مش عندك، يعني لما تفتح القاموس العربي الاصيل ما تلاقيش كلمه بامبا، لان انت بامبا دي بتستخدمها على انها ايه؟ بينك، اي حاجه بينك، روز وردي بيبقى بامبا صح، او بامبي. عالمه الاثار الشهيره سعاد حسني في محاضرتها الشهيره الحياه بقى لونها بامبي. طبعا دي كلها مذاكرينها بس مش مذاكرين في الهيروغليفي خالص. ماشي، بامبا بقى دي اتاريها بقى قصه عجيبه جدا، كلمه فارسيه الاصل، كلمه فارسيه الاصل بامبا، يبقى ب الاولانيه دي ب بثلاث نقط، بي فور بنسل، مش ب مش بوي مش بسام، لا مش بوك، لا بنسل ب، يبقى بن ب ب بقى فعلا الثانية البي بقى. طيب دي كلمة فارسية معناها قطن، معناها ايه؟ قطن اللي احنا بنلبسه ده فارسي ماليش دعوه بيه، لا لجلعه ده وبدي جدا. ليه؟ لان المصري القديم بص على اللوزة بتاعت القطن، لوزة القطن لقاها لونها ما فيش اللون ده، يعني ما مش موجود في اللغة اللون ده، قال دي نفس الكلمة اللي ايه اللي بيقولوها دي قطن، قطن، فراح مسمينها نفس اسم القطن بتاع الفارسي فاصبحت بامبا. مع الوقت بامبا، علشان انت النون والميم عندها لك اشكال طول عمرك، مع الوقت بامبا بالنون، فتقول ايه؟ الخاله بامبا. لما يبقى عندك حد في العيله مثلا اسمه بامبا، افكرك بقى مين بامبا دي؟ بامبا قادن. اللي يقول لي مين بامبا قادن اديله 100 جنيه. ها يا عيني عليك، يا عيني عليك. يا عيني عليك. لا ما هو ده بيجي لي بقاله 7 سنين، يعني محوش له بتاع 7000 جنيه لغايه دلوقتي، بعيني ما خدش ولا مليم. السياحه واقعه بقى والارشاد السياحي واقع، اقعد بقى اغني لك شويه واحزنك. اهم حاجه المعلومه، فعلا النهارده في مدرسه، المدرسه الصناعيه اللي هي اسمها بامبا هانم او بامبا قادن، قادن يعني هانم،
قادن بالنون يعني هانم بالتركي. شوف بص الميكس انت البلد الدنيا الوحيد اللي عامله الميكس العجيب ده. مفيش انا ما شفتش، انا سافرت انجلترا وامريكا ولفيت، مفيش حضاره في الدنيا عرفت تجمع كل ده. وخدي بالك اللي جمع ده لا هو دكتور ولا هو استاذ في جامعه ولا هو كاتب مؤرخ، ده الشعب، ده الشعب اللي بيعمل كل ده. مش هتقدري تشاوري بايديك وتقولي هو ده اللي حول بامبا الى بامبا الى بقى لغايه لما وصلت بامبا. وفي ايام الاتراك قادن يعني هانم، وهانم ديت كلمه تركيه انت بتحبيها جدا في مصر، جدا في مصر، لغايه لما بقت سمعتها مش لذيذه في ايام حاكم كده مشي، واصبحت الهانم هي كانت هي اللي متحكمه في الامور. فدي مع الهانم، ده مع الهانم، مش عارف ايه. فاخد التاني مره ايه كلمه مش محبوبه. بامبا قادن، لا قادن دي قلنا، قادن دي قلنا ايه قلنا تركي. بس خد بالك في حاجات كتيره جدا من التركي اصلها 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 فارسي جدا، يعني عدد لن تتخيله. الاثنين واحد، الاثنين هتقول قادر هتقول هانم، عشان كده هي المدرسة اسمها ايه زي ما حضرتك قلت قادر، بامبا قادر الثانوية الصناعية شكلها. فديت. وبعدين عندك كمان من ضمن الحاجات اللطيفة اللي انت لازم تعرفها عن عن مدام بامبا، ما احنا ما هو بامبا قادر دي، بامبا هانم دي، مين بقى بامبا هانم ذات نفسها؟ واحدة اسمها بامبا وكانت ست كويس ايه وبتاع وماشي، مين هي بقى؟ هوش شي بقى شخصيتها هي ايه؟ اسمع المفاجأة. في احد المصادر قال لك بامبا ديت ما هي الا جاهزين ام عباس. ها على كوبري ايه؟ ها طيب امال ايه بقى؟ اهو كده، برافو عليك مره تانية، ده انت متالق النهارده ما شاء الله عليك، عيني عليك بارده، عيني عليك باردة. سبيل أم عباس أشهر سبيل في مصر، مفيش أشهر منه في أسباب. أنا أقول لك لو أنت تكلمني تعالوا روح شوف سبيل عبد الرحمن كتخودة اللي في شارع المعز، حاجة ما حصلتش في الدنيا. وكمان خدي بالك الأسبلة ثلاث أنواع، ذو الفتحة، ذو البزبوز الفتحة الواحدة، ذو الفتحتين، ذو ثلاث فتحات، وثلاث فتحات كده اختراع، أن تجيبي ثلاث مصادر للمية تحت في الصياريك دي وتطلعي مية للناس من ثلاث نافذات في ثلاث اتجاهات، ده كان اختراع، ده كده حاجه زي الثلاجات اللي في اللي تحط ايدك تنزل ميه وتطلع غير ما تفتح دي وتقفل دي، كان اياميها كده الاختراع ده كان كده. ده عبد الرحمن كانت خدها روحوا شوفوه، تحفه من تحف الزمن الاسلامي في شارع المعز، حاجه ما حصلتش. فالمفروض ان انا اقول لك بتاع عبد الرحمن كانت خدها طبعا هو بلاش، سبيل بتاع النحاسين، سبيل محمد علي اللي في النحاسين برضه اللي في شارع المعز، حاجه ما حصلتش في الديكوريشن بتاعه، والديكوريشن العثماني وده مش موجود كتير عندك، ديكوريشن الفن والنحت والوحدات الفنيه العثمانيه مش موجوده كتير عندك. فاقول لك طب وانت داخل شارع المعز وانت داخل قبل برقوق وقبل خلاون ومش عارف ايه، بص على يمينك هتلاقي حته سبيل تحفه اسمه سبيل محمد علي، وده له قصه خطيره جدا وليه عمله وابنه كان عمل ايه ومات ايه وبتاع يعني وتكفير عن ذنوب ايه، يعني قصه كده طويله نبقى نقولها لكم. ولكن يبقى سبيل ام عباس ده هو السبيل الاشهر. عباس هنا في مصدر من المصادر التاريخية يقول لك عباس حلمي الأول، يبقى هي كانت متجوزة ابن محمد علي بقى، يبقى بامبا قادن دي كانت متجوزة محمد ابن محمد علي وأحمد طوسون، وخش بقى في الأمير طوق الكلام ده. شوف كلمة واحدة كلمنا عليها ربع ساعة، هاتلي حضارة في الدنيا كده، هاتلي حضارة في الدنيا كده، إن أنت تمسك كلمة واحدة وتقول فيها. طيب هو طبعا الامير احمد طوسون احنا فاكرين احمد طوسون باشا ابن من ابناء. طيب عندنا بقى كلمه هيروغليفيه تنطق في الهيروغليفي تاب، رسمتها اهي تاب، كويس تاب بالهيروغليفي معناها علي، عالي، حاجه عاليه او حاجه فوق تاب. وانت تقول الكوبايه اتملت لتبت عينها، بتستخدم اللفظ ده دلوقتي ولا خلصت خلاص خلاص الاجيال الجديد ما لا مش كده ما بتستخدمهاش؟ يبقى جيلي انا كان بيستخدم او يمكن اسكندريه عندنا، يمكن اسكندريه عندنا الكوبايه اتملت لتبت عينها خلاص. انت الحته العاليه اللي هي التوب بالانجليزي، خليك معايا التوب بالانجليزي، انت هيروغليفي ربما يكون مؤثر في الايه
في الانجليزي، حاجه هيروغليفي في الانجليزي، حاجه غريبه جدا. عمرك تصدق؟ وحاجه من 4000 ومن 5000 وحاجه لسه بتاعت اول امبارح، غريبه. مش غريبه ولا حاجه، خد عندك اللي جايه دي. كلمه صحراء بالهيروغليفي يعني ديزرت بالانجليزي، صحراء ديزرت. ودي بالنسبه للناس اللي بتتكلم انجليزي، خدوا بالكم وانتم بتستخدموا الكلمه دي، لان ساعات بلاقي في ناس بتقول على الحلويات ديزرت، الحلويات ديزرت، ديزرت يعني حلويات، ديزرت يعني صحراء. فانت تكوني بقى عازمه واحده عندك في البيت، وبعد ما تخلصي ها نخش بقى على الديزرت، اللي هي ايه ده، ايه القعده اللي بتاعت غريبه دي. فانت خدي بالك لو مش عارفه الكلمه بالانجليزي بلاش تقوليها، بلاش. مش عارف تقول بيس بلاش بيس، يعني انا ما عنديش ادنى مشكله ان انت تقول بيس، بنقولها في بتتقال في امريكا وبتتقال في انجلترا، ما تقوليش ان دي كلمه شعبيه وبيس يا مان ومش بيس يا مان. انا بس اتمنى ان هم ياخدوا منهم كمان الصحيه الساعه 5 والشغل الساعه 6 ونص، اتمنى هم بياخدوا دي، ياخدوا دي كمان بالمره، وهم بياخدوا البنطلونات الساقطه بتاعت المساجين اللي بتبين اللي مش عارف ايه، يبقى برضو ياخدوا معاهم اتمنى ده. ما علينا ما علينا. طيب يبقى هنا مهم قوي ان انت تقول بيس يا مان، عايز تقول بيس قول بيس، ما تقوليش بيس. طيب في نفس الوقت ما تقوليش اي سينك، خد وقتك خالص. وبالمناسبه انا بشتغل مع الاجانب سنين، اشتغلت مع الاجانب سنين، الاجنبي مفاجاه للي هيشتغلوا في السياحه لما ترجع السياحه ان شاء الله، كويس؟ ارجوك ما تتكلمش بسرعه مع الاجنبي، اصل انا عارف المصريين بيعملوا الحركه دي، واحد علشان يبهره، فتلاقي انت بتتكلم لغه تانية خالص في خلال الابهار، من خلال هذا الابهار العظيم انت بدات تتكلم لغه تانية خالص، لا انت فاهمها ولا هو فاهمه، تتكلموا لغه تانية. هنكتب هنقرخ للغه دي بقى، تجيبوا بقى بسام يقعد بقى، تعالى عم بسام انت اشتغلت 34 سنه اثار، تعالى بقى قرخ لنا اللغه الجديده دي ايه، ونبدا نطلع بقى الكلمات اللي هو بيخترعها بقى. عايز تكلم ببطء لان هو بيفهم منك ببطء، لان خد عندك المفاجاه هو بيتكلم ببطء. يعني انا مع الانجليز اتمتع وداني تتصلح، مع الامريكان الخنفه الامريكانيه ومش عارف ايه ماشي هنعدي، لكن الانجليز يصلحوا لك ودانك. لازم في حاجات كتيرة جدا في اللغة تاخد بالك منها وانت بتتكلم فيها، فلازم تاخد وقتك وتقول I think TH. ما عنديش مشكلة انك تاخد ساعة وانت بتقول، بكلمك جد مش بهزر، خد ساعة وتقول I think، خد ساعة وقول something، لان انت وانت بتجري في something، وانت بتجري في كلمة something اللي هي حاجة، ها عايز تجري وعايز تعمل فيها الواد الجدع الفهلاوي، فتلاقي نفسك بتقول something، فحطيت لان انت خايف تغلط، ها وحاطط في دماغك ان التي اتش هتغلط معاك، فتلاقي نفسك قلت التي اتش في الاول، فتلاقي نفسك بدل ما تقول something بتقول something، جبت الحرف ده هنا والحرفين دول هنا. I think انا اعتقد، لا I think يعني انا بغرق، sink sink يعني بيغرق، وsink دي بيغرق مش للبني ادم، دي بيغرق للجماد، يعني المركب sinking انت drowning، بعيد عنك يعني، فما تدخلش نفسك في عقد. I sink. I sink يعني انا مركب بغرق. وده مش قصدك، انت قصدك تقول انا اعتقد. حلو كده الكلام؟ حلو الكلام. فتوب وتب. وبعدين عندك كمان التبه في الاسماعيليه، اللي هي فيها السونك الكبير دي، اللي هي فيها الميموريال الكبير العظيم بتاع جنودنا العظام في الحروب العظيمة. فيقول لك التبه. الحته العاليه. فشوف كل التبة التوب، ها توب عينها تب تب، مصري قديم بمعنى فوق او علي او اعلى، حاجة غريبة جدا. طب خد اللي اغرب بقى في الطب المصري القديم، فاكرين المحاضرة كنت عملتها لكم هنا عن الطب المصري القديم، كان من ضمن الامراض اللي قلت لكم عليها مرض عند المصري القديم درسه كويس قوي سماه تب جاس. تب جاس بالهيروغليفي يعني ايه؟ قلنا تب عالي، حاجة عالية اعلى فوق، يبقى هنا ادي التب جابها دماغ الراس، ادي التب خلاص كده. جس يعني نص، جس بالهيروغليفي يعني نص، هاف بتقسم حاجه بالنص كده خلاص. ترجم بقى الكلمه دي لو تسمع. برافو عليك برافو عليك. الدماغ اللي مقسومه نصين،
الدماغ النص، نص الدماغ، نص الدماغ. والمايجرين بعيد عنكم وإيش في كل مريض يا رب. المايجرين اللي هي الصداع النصفي اسمه مايجرين، هو عبارة عن ايه؟ المريض ربنا يشفي الجميع بيشعر بان في مخه يقول لك دماغي هتتفلق، دماغي هتتفلق نصين. ليه؟ لان في دماغ في حتة مش حاسس فيها بالوجع والحتة التانية حاسس فيها بالوجع. كلمة هيروغليفية من حرفين، بصوا فيها ايه؟ فيها عسكرية وفيها حرب وفيها جنود وفيها مرض وفيها طب وفيها علاج وفيها دايرك اتجاهات، صح؟ طيب، طيب نجيب بقى بقية الايه؟ الورق. في كلمات انت تأثرت بيها بالانجليزي، فانت عندك مثلا بينز، بين اللي هو الدبوس، بين بينز بالاس تبقى ايه؟ دبابيس. فانت تقولي ايه؟ بينز، تقولي انت بنسة، بينز، فانت تقولي بنسة. لسه بتستخدمه بنسة ولا خلاص الدي رخرة؟ لسه مش كده ولا ايه؟ انا حاسس ان انا جاي من القرن ايه، في ايه؟ حسستوني ان انا انشنت يعني. طيب عندنا بقى كلمة تانية اللي هي برضو على نفس منوال بينز، يعني دي بقى مش مفروض ان انتوا تعرفوها الا لو كنتوا يعني ناس يعني داخلين في المهنة دي بالذات، اللي هي البنسة. هات البنسة. برافو على ايه؟ انت فاتحة، انت فاتحة ورشة ولا ايه؟ شكلك فاتحة ورشة ميكانيك. خلاص هات يا واد الواد الايه؟ هات يا واد بلية، هات الواد هات البنسة. ايوه، او ميكانيكي او ها او حتى سمكري. فالبنسة اللي هي البنسة اللي بتعمل بيها كده، دي البنسة، دي ايه؟ بنسر بالانجليزي. فانت ما عندناش، بصي انا بقول لك ده ليه؟ لان انا ما عنديش مشكله ان انت تكون متاثر باللغه الثانيه. ودي انا في رايي يعني دي عبقريه المصري، ما حسش ان هو متعالي قوي، رغم ان احنا عندنا دي برضه. يعني احنا كشعوب مصريه على مدار هتلاقي في كل زمن في حته تكه كده، حته عنصريه عندنا. والدليل، الدليل ان كلمة رمث بالهيروغليفية يعني الانسان الحقيقي. فالمصري القديم كان بيسمي نفسه الانسان الحقيقي. اطلع برا مصر بقى، دول حاجات تانية ماليش دعوة. دول بقى ليهم اسماء، الجحنو والتمحو اللي جايين من الايه؟ من الصحراء الليبية، المشوش، القبائل الخطيرة اللي جايلك من الغرب ديت، ها؟ المجاي جايين لك من الجنوب، ها؟ الخاطي اللي هم الحيثيين جايين من حاطي ومن حتوس وجايين من الحتت دي اللي هي الاناضول وشمال سوريا، ها؟ عندك الساشو، الساشو دول اللي هم البدو. فكل دول، كل واحد من دول كان ليه اسمه. دول جايين من الساشو، دول جايين من البدو، دول جايين من كذا. تيجي بقى تتكلم على المصري يقول لك الانسان الحقيقي، يا سلام. اللي هو البقيه دول ايه بقى دول؟ فتحسي برضو بنعره ايه؟ عنصرية شوية. والحقيقة للأسف الشديد دي عاشت برضو، عشان برضو نتكلم الصح، ما نقعدش نفخم نفسينا طول ما احنا قاعدين. انا عارف الناس اتفاجئت في الفيسبوك لما انا عملت الثلاث مقالات اللي قلبوا الدنيا دول، لكن انا كنت قصدي انها تقلب الدنيا الثلاث مقالات دول. انا كنت قاصد، بعترف، لان الناس اتفاجئت. الراجل اللي بقاله 30 سنة بيقول لهم مصر عظيمة، مصر خطيرة، مصر حضارة، رحت عامل ثلاث مقالات طويلة جدا اسمها سلبيات الحضارة المصرية. واللي ما عندهوش يقول لنا ونخش على لا يضيع حق وراءه محارب وحننزلها له. ده الفيسبوك اسمه كده، لان انا سبت الفيسبوك خلاص، كويس. فدلوقتي الشباب المتطوع ربنا يبارك لهم عاملين لي حاجه اسمها لا يضيع حق وراءه محارب، لان انا غيرت المثل زي ما انتم عارفين، ودلوقتي بتنزل فيه الحاجات سواء بقى تلفزيون، راديو. بكره ان شاء الله البرامج بتاعت الصبح دي ان شاء الله تشوفوها، وفيها مفاجآت كبيره بكره ان شاء الله. في واحده بالانجلش في النايل تي في انترناشونال، في واحده على النيل المنوعات دلوقتي اسمها النايل لايف. هبقى اقول لكم المواعيد بعد المحاضره ان شاء الله. المهم كنا بنقول ايه بقى؟ كنا بنقول حته النعره وحته البتاع. فاتكلمت فيه عن الاجرام في مصر القديمه، اتكلمت فيه عن المجرمين في مصر القديمه، اتكلمت فيه عن اللصوص، اتكلمت فيهم عن الملك اللي كان بيقول انا ابن الرب الاعلى، ها؟ الملوك اللي كانوا بيقولوا كده، مش ملك واحد. وقلت الناس ديت كان عندها اوثان، دول كانوا اصنام، وحكيت ان هم دول كانوا ملائكه، وان بيتقربوا زلفى الى الله عن طريق التماثيل دي. الناس دي كانت بتنزل قدام التماثيل وبتدي اكل للتماثيل، كل الكلام ده.
فمش عشان انا بحب حضاره بلدي اقوم اديها لاكتر شويه من حقها. هم مش محتاجين كده. المصري القديم مش محتاج كده، مش محتاج ان انت ايه ده بس ده فرقه الكوره دي عظيمه ما خدتش الكاس السنه دي، ده انا المفروض دول كانوا اول ناس اخذوا الكاس 1900 عارف النظام ده اللي هو كل ما تخيب تروح مدور في ايه في اوراقك القديمه وتقول بس احنا كسبنا كاس 36 مره وانتوا كسبتوا 3 مرات يبقى احنا احسن منكم. يا عم 2016 احنا مش بنتكلم كده. فده للاسف الشديد عندنا نعرف في السينما المصريه، ايوه عندنا عنصريه في السينما المصريه، وانا اول من هجا الكسار رحمه الله عليه انه بوظ التاريخ النوبي وبوظ اللغه النوبيه. النوبيين انا بحاضر عند النوبيين ولسه اول امبارح مكرمني في وزاره الشباب ورايح في محاضره تحفه عن النوبه الحمد لله. مش عايز اقول لك لما تخش عندي البيت شوف الدروع اللي ربنا كرمني بيها الشهادات كم دروع من النوبيين غير طبيعيه. فانا دارس ومذاكر تاريخ النوبه بشكل كويس. انا بقول لك اهو النوبيين ما بيتكلموش كده، ما هي دي من ضمن اللغات اللي احنا بنتكلم عليها. النوبيين ما بيقولوش يا ياسمينة تعالي ان ايه يا حمارة يا بغلة، ما بيقولوش كده. اولا مؤدبين، دي اول حاجة، النوبيين مؤدبين عارف ومتربي معاهم في اسكندرية، وانا متربي على ايد الحاج عيد رحمة الله عليه في اسكندرية، كان صاحب والدي رحمة الله عليه. ما فيش شتيم، ما بنسمعش شتيم، انا متأكد طبعا فيهم طبعا اللي بيشتغل بيشتغل، لكن انا ما بسمعش شتيم. ده طول الفيلم عمال يقول يا بغلة يا حمارة يا بغلة يا حمارة، انت جبت الكلام ده منين؟ وبعدين ايه قصة بقى ان طول الافلام النوبي يطلع يا اما سفراء او بواب؟ وعلى فكرة مهنتين ترابهم فوق دماغي، ترابهم تراب الناس اللي بتشتغلهم فوق دماغ انا، ومش بقولها مبالغة بقولها بجد. مش هي دي الاشكالية، هي الاشكالية انت نمطل النوبي، وللأسف الشديد اشترك بعض النوبيين في هذا. وده كان نمط المجتمع للأسف. طب تروح انت عامل ايه بقى؟ تقول المجتمع ده غلط وتوجهه عبر الفن، مش هم طول النهار مصدعيننا بكل واحد يطلع يقول لك الفن هو مرآه الشعوب. لا مش مرآه الشعوب ولا حاجه، لان لو كان الفن مرآه الشعوب ما كانش حضراتكم كلكم قاعدين دلوقتي ونازلين في يوم حر درجه الحراره مليار باين النهارده، ها، وجيتوا عشان تحضروا ساعه ونص من الكلام بتاعي. لو كان الفن مرآه الشعوب كان زمانكم كلكم النهارده الناحيه الثانيه عند اوكا وورتيجا، ها، والمره الجايه محاضرتي لو كان الفن مرآه الشعوب هجيب لك بيز ورا انا اهوت كده دي جي ولا انا عارف بيسموه مهرجان ولا ايه، واطلع اقول لك بقى ولما الهيروغليفي يعدي مش عارف ايه بتاع ايه واعمل لك بقى فيه. طيب ماشي الكلام. فاذا عندك مثلا كلمه فونت، ودي كلمه عاشت لانها في الكمبيوتر خلاص كده، فونت طبعا اللي انت بعد كده رحت عاملها بونت، صح؟ فونت دي احنا بقينا بنستخدمها دلوقتي عشان الكمبيوتر هو اللي خلى كلمه فونت ترجع، لكن قبل الكمبيوتر كانت الكلمه اللي احنا بنستخدمها ايه؟ كانت البونت. بونت عريض، برافو عليك احسنت، بونت عريض، بونت رفيع. وبعدين جت فونت راحت معوده الكلمه الانجليزي تاني، لان انت بعد كده بقى رحت عامل بقى ايه فول التانك من فول، ها، مش عارف ايه، وبدات تخترع انت اختراعات وكل جيل له اختراعاته، مش عايزين نقول لا للاختراعات طالما مؤدب، فكس ومكس ومش عارف والتانيه اسمها ايه اللي هي ارمي ورا ظهرك حاجات كده يعني مش عارف. خلاص. انت لما بتقول بونطه مثلا قريبه جدا من كلمه بوينت بالانجليزي، بونطه بوينت، ها. وخد بالك انت لما بتلعب سله مثلا، لما بتلعب كره سله مثلا بتجيب هم يقول لك باني، انا كنت بلعب سله زمان يقول لك باني. طيب باني اللي هي السله اللي انت بتدخل الايه الكره جوه السله فبتاخد باني، ها، فبتجيب ايه بتجيب. وبدات تختصر كمان، فبدل ما تقول مثلا رميه كره بثلاث نقاط فتروح قايل 3، خلاص انت رحت ايه اختصرت كل دول وانت جدع في الاختصارات خلاص. والكلمه الشهيره بقى بتاعتنا بتاعت المخرجين 2 3 1 ولا 1 2 3 ولا 3 2 1 دي، ما حدش منهم عايز يبين لي ريقي ويقول 3، كلهم 3 كلهم 3 يا عمي قول 3 قول 3 بلاش 3 لو انت مش عايز تقولها بالمنظر الصح. تعالى بقى الكوره اللي مودينا في داهيه دي والكلمه الشهيره بتاعتي اديني 5% من حماس المصريين في الايه في الاستاد وانا اغزو العالم. واحد دخل لي مره في الفيسبوك قال طب وانت حضرتك عايز تغزو العالم ليه؟ قلت له انت سبت ورحت في الحته الغلط خالص. طيب فعندك في الكوره بقى البلنتي وعندك البنالتي
وعندك البيلن دي بقى كلامنا احنا كله. التلاتة غلط. التلاتة مش الانجليزي خالص. بالانجليزي penalty اللي هو الجزاء. البانشمنت يعني. العقاب. فهي penalty. لا هي penalty ولا هي بيلن ولا هي بلنتي. كورنر دي اقرب واحدة. دي اقرب واحدة احنا عرفنا نجيبها اللي هي الكورنر. ها والاوف سايد. تبص بقى محللي الكوره اللي بيقعدوا سبع ساعات دول مع اللي ما بيبطلش كلام الصبح وبالليل في الراديو والتلفزيون ده اسمه ايه اللي هو عامل شعر ابيض ده تبص تلاقيه بقى بيتكلم بيقول لك والكروسات في الماتش. الكروسات انت بدات تجمعها فبدل الكروس بول فاصبحت كروسات فرحت مجمعها خلاص كده. عندنا البلاك. ها مين يعرف البلاك اللي بيتعمل بيه ايه؟ ايوه الطبقه العازله اللي انت بتعملها اللي هي السودا دي اللي هي البلك البلكه. انت ايه هتدوس برجلك في بلك ولا يقلع الجسم يا ولا وانت داخل صح؟ بلاك. اصل كلمه بلك بلاك وبلاك بالانجليزي يعني ايه؟ يعني اسود. يبقى دي كلمه انت خدتها برضو ايه ورحت مظبطها ماشي موافق ما عنديش مشكله ها طالما انت ايه عملت ده. عندك ايضا بلاف. مين يعرف يعني ايه بلاف بالانجليزي؟ بيخدع. برافو عليك يا دكتور. بلاف يخدع. تو بلاف مي انت خدعتيني. يو ار بلافينج انت بتكذب. بلاف بلاف تمشي في العربي عندنا ايه؟ يبلف. يبلف حد الراجل بلفك بلفه جاي من بلاف بالانجليزي. يبقى هنا ايه اثر فيك الانجليزي بلاف يبقى بلفك. البلف البلف بتاع العجله ها ايه تمام مظبوط. عندك فورورد اللي هو اللي قدام المهاجم ده اللي هو بيبقى اول واحد هنا فورورد وانت رحت مسميها فيرود. ده الواد ده فيرود ده انا عندي ليك فيرود بقى يجيب جون على طول مش كده؟ مش احنا بنقول كده لما يبقى وبعدين بقى نقلت من الكوره الى بقى الحياه الطبيعيه بقى ده انا عندي حته طالب في الجامعه بس ايه واد فيرود مش كده؟ عندي ليك ميكانيكي ايه فيرود عندي ليك نقاش ايه فيرود. طيب حد يعرف كلمة تانية بنستخدمها احنا في الشعب المصري واحنا مش عارفين معناها؟ عندي ليك نقاش. ها الله ينور عليكي احسنتي الحق بدأت تاخد السبعة تلاف يعني بيشوفوا فلوس كويس كده. قلت ايه بقى يا دوك؟ ابن حنت. الجيل الجديد ايه؟ مفيش ابن حنت ولا فيه؟ ما بتوصلش؟ الجيل بتاعنا فيه لكن الزغنانين ما نسمعش ابن حنت؟ طيب ابن حنت دي كلمة كانت بتتقال على جيلنا ها؟ ان واد ايه؟ واد حنت واد ابن حنت يعني واد هايل ممتاز ده ايه؟ ده وكانت تيجي تملي على العمال اكتر والصنايعية يقول لك ده انا عندي ليك نقاش ابن حنت عندي ليك ميكانيكي ابن حنت عندي ليك سباك ابن حنت. اهو شوف احنا قعدنا كام سنة نقول ابن حنت دي عمرنا ما سألنا يعني حنت صح؟ عمرك سألت أنا شخصيا قبل ما أخش في الهيروغليفي أخش في سألت يعني حنت؟ لا أكتشف لك إيه بقى وأنا ببص في القاموس الهيروغليفي حنت بمعنى الوظيفة الشرعية المظبوطة بتاعة الحكومة اللي هي الوظيفة الحكومية التشريعية دي اللي هي ما فيهاش يمين وما فيهاش شمال فدي الحنت بالهيروغليفي وفعلا أهي نفس الايه المعنى بالظبط جايبها لك فده جايب لك على اصبر اصبر. طيب بيف ستيك. بيف ستيك اللحمه اللي احنا في ناس بتحبها انا ما بحبهاش في ناس بتحب الستيك ها بيف ستيك تبقى ايه عندنا في العربي بوفتيك على حسب مزاجي على حسب مزاجي انا يا مصري اشيل الاف احط الاس انا براحتي محدش يقول لي ها ماشي براحتي ايه وشايف مصلحتي المصري. طيب اكسلنت نخش على الهيروغليفيه اللي بعديها. قد كلمه قد بالهيروغليفي يعني شكل او هيئه شكل او ايه او هيئه قد تتكتب كده بالهيروغليفي شكل او هيئه قد واحد يعمل لي لينك على طول ها مين يوصل هيئة أو شكل بكلمة قد هيروغليفية بكلمة عربية
مين يفكر معايا؟ هو قد البنت اهو كده. قول لي بقى الاغنيه الشهيره بقى عشان تكسب ال10 جنيه. قدك المياس يا عمري. ها افتكرناها ولا ما افتكرناهاش؟ فين الحبيبه؟ قدك القد اللي هو ايه؟ القد المياس اللي هو ايه؟ القوام بتاعها اللي هو القد الايه؟ عشان كده في واحده اسمها مياس ان هي ايه؟ القد المياس. القد المياس هو القد ده اللي هو الجميل. فما ايه؟ فما تميزش عليا. ما تغرنيش بده، ما تكذبش عليا بده، ما تضحكش عليا بده، ما تميزش. انت بتميز. بص بص الروابط عامله ازاي مع بعضيها غريبه جدا. فالقد اي الشكل او الهيئه. طيب نشوف كلمه تانية هيروغليفي. دي كلمه بنعملها كتير في مجتمعنا. كلمه قرع بالهيروغليفي يعني يكذب. قرع تقربك بايه؟ يقربك بالقرع. فتحت محل حلاقه مره واحده، غيرت الورشه كويس. واحنا نقول ايه في اللغه العاميه؟ ده بيقرع عليك صح. بس احنا عندنا اشكاليه مع حرف القاف زي ما اتفقنا في محاضرات اخرى، وعندنا حرب شعواء كحرب البسوس بينك يا مصري وبين حرف القاف. انت تكره حرف القاف. لا انت 90 مليون يعني صح. حتى لو هيخلي الكلمه اللي انت بتستخدمها معناها ضدك ضدك. يعني مثلا ناخده مثال، بنت مثلا رايحه لمامتها لابسه ومتشيكه ونازله مثلا، يعني رايحه محاضره بسام. رايحه فين؟ هي عايزه تقول مثلا ايه بتاع، طيب روحي لي هاتي عيش الاول، الكلمه المشهوره بتاعت البيت المصري قبل اي مشوار ليك ايه؟ لازم هتجيبي عيش. طيب فايه؟ انا رايحه السوق يا ماما. عمرها ما بتقول لك انا رايحه السوق. لو عايزه في السوق تروحي تونس والجزائر بقى، تسمعي قاف صح بقى، تتهري قاف في تونس والجزائر بقى. القاف شغال عندهم 24 ساعه صح. لكن بتنتقم يعني، القاف بتنتقم في تونس مننا هنا اهو، نوع من الانتقام. طيب ده يضرك في ايه لما انت تقولي كلمه زي دي؟ طبعا يضرك، طبعا يضرك، لان انت رايحه لماما بتقول لها انا رايحه السوق همزه، والسوق دي حاجه مش حلوه خالص صح. السوق ده يعني حاجه باد، انت بتعمل حاجه باد. فهنا قرع، وتبقى فرصه كويسه برضو ان دي مش كلمه هيروغليفيه اشتركت في اسم ملك، لان انا عارف ان في ناس لسه لغايه دلوقتي بتقول من قرع. ها ويا جدعان مفيش قرع خالص في اسم الراجل ده، هو من كاورع بالكاف الف، مفيش من قرع. من قرع دي بتحصل للرجاله لما بيكبروا في السن زي ما قالت الدكتوره، او من قرع دي يعني مين خبط، من قرع الباب صح. ملهاش دعوه خالص باسم الملك صاحب الهرم الثالث في منطقه الجيزه. الكلمه اللي وراها قمح. قمح بالهيروغليفي يعني رغيف، انت تقول قمح قمح، وبرضه خناقتك مع حرف القاف يخلي القمح يبقى قمح. وده يجرنا على طول على كلمه هيروغليفيه عبقريه اسمها شونت. شونت اللي هي الشونه. حاجه شونات، جمع شونه الشونات. ها مش انتوا شفتوا القمح وهو بيتحط في الشونات؟ ها اهو ده شونت بالهيروغليفي. بص نفس الكلمه تقريبا، هي بالظبط شونت شونات شونت. طيب ده يفكرنا على طول بالأمثلة، لأن احنا عندنا مثلا العلاقة ما بين اللغة والمثل. وانت يا مصري معروف عنك اختراع الأمثلة as you go in history، وانت ماشي في التاريخ عمال تطلع في أمثلة، منها الأمثلة اللي بتعمل رنج في ودان الناس فبيحبوها ويستخدموها، ومنها أمثلة بتموت. فتتفرج مثلا على فيلم مثلا لحسين صدقي فتلاقي فيه مثل تقول ايه ده المثل ده، لأنه مات معشي. وفي أمثلة عايشة بقالها مليون سنة، وفي اغنيه اصبحت مثل. اضحك كركر اوعى تفكر. ها فكر كده في الجمله دي، جمله فاشله من وجهه نظرنا، يعني اغنيه فاشله سلبيه جدا سلبيه جدا. اضحك كركر اوعى تفكر يا ابني، اضحك كركر اوعى تفكر طول الوقت، لان اللي سبق ما احنا عشان ايه ما بنركزش في الجمله مش كده. هو يقصد اوعى تفكر ما تشيلش الهم اهو كده. انا بقول لك بقى شيل. ليه بقى شيل الهم؟ مش شيل الهم يعني احبط واعمل، لا ما تخليش الحياه خفيفه قوي كده، يعني خد مسؤوليه. يعني انت فاهم انا قصدي ايه؟ نرجع مرجوعنا بقى للمثل اللي هو بتاع شونت. انت تقولي نقبك جه على شونه. طيب
انت فكرت، انت قلت المثل ده قبل كده في حياتك مره ولا مرتين مثلا او كتير، تسمح تقول لي ايه علاقه الشونه اللي بيتحط فيها القمح والخزين والشعير والحاجات دي، وايه هو النبأ، ايه هو النقبك، النقب اللي جاء على الشونه ده، ما علاقه النقب بالشونه؟ اغرب من الخيال، مثل غريب، عمر ما حد فينا فكر انه يحلل المثل ده ويطلع كلماته ايه. صح، انا هقول لك كلماته ايه. انا هقول لك الحرامي، لا مؤاخذه يعني، الحرامي لما بيخش بيت بيبقى داخل عايز يسرق ايه؟ عايز يسرق ذهب وفضه والماس وساعات غاليه وبتاع، ولا شعير وقمح ومش عارفه ذره ومش عارف ايه، ما تجيبلهوش حاجه يعني. اكيد هو عايز يروح يشوف الايه، الحراميه اللي فوق ده. فلما في حرامي يخش بيت وما يلاقيش فيه اللي هو كان بيدور عليه من ذهب والماس وفضه وكذا وكذا، ها، فوكأنه بيبحث في شونة من القمح والشعير وبيحط ايديه ما بيلاقيش غير قمح وشعير، اللي هو مش هيجيب له حاجه يعني في الاخر. فكون ان انت تحط ايدك جوه القمح دوت وتفتش وتعمل كده وما تلاقيش حاجه، فكأنك بتضع يدك في شونة من القمح والشعير، فما فيش حاجة جوه، لا ذهب ولا ألماز ولا فضة ولا ساعة غالية ولا كوليه ولا أي حاجة. صح؟ فإذا تنقيبك أي بحثك عن هذه الأشياء كأنك بتبحث في شونة، والتنقيب هو أصل كلمة نقب، ونقبك أي تنقيبك. وبما أن أنت عندك مشكلة مع حرف القاف، فالنبقق بقت نأبك، جه على شونة، شلت القاف وحطيت الهمزة كعدتك. فدي أصل هذا المثل العجيب اللي لما تيجي تفسر هذه الكلمة تقول إيه ده، إيه الجملة العبق، رغم أن شوفي ديت. والمؤرخين بتوع الأمثال بيختلفوا في ده، يعني مثلا عندنا المثل الشهير بتاع أن البنت، كان في بنت بتحب ولد، وده حصل في التاريخ يعني، وعايزين يعني عايز يقابلها يعني يتكلم معاها، طبعا ده ممنوع ممنوع، فهم واقفين مش عارف فين بتاع ايه، فباباه شافه، باباها شافه، فالولد قال يا خبر ابيض بابا شافنا، وراح جاب الراجل راسه الف سيف يمسك الولد ده يضربه، اجري 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 اجري، ده يجري ده يجري ده يجري ده يجري، يجري. الولد خبيث، فطفقت دماغه لفكرة جهنمية، وهو بيجري راح واخد بعض الزراعة بتاعت العدس وحطها في ايده وجري، تعب وقع، الاب راح نطط فوقيه ونزل ضرب، الولد ماسك العدس اللي في ايده، فاللي معدي يفتكر ان الاب بيضرب الحرامي اللي زرع العدس وسرق العدس من مزرعته، فاللي ما يعرفش اصل الخناقه يقول انه سرق العدس بتاعه، فاللي ما يعرفش يقول عدس. شوف الايه، دي قصه عجيبه. انت بلد كده، انت شعب عجيب، انت شعب عجيب. هات لي بقى يعني، يقول لك بسام بيحب مصر بتاع، هات لي بقى شعب كده يعني، ايه القصص دي وايه كم الخيال ده يعني؟ وبعدين ليه الجيل بتاعك والجيل بتاعك والجيل بتاعي والجيل بتاعك كلنا حبينا الجملة دي وايه وبنعيدها ورا بعضيها؟ طيب، صغير بالهيروغليفي، صغير بالهيروغليفي يعني شاري، وانت تصغر شيرين يعني، لو عندك بنتك اسمها شيرين تدلعها شاري، وعندنا في الانجليزي المحبوبة شاري، وعندنا فرقة المودرن توكينج المغنية الشهيرة بتاعتها اللي كسرت الدنيا شاري شاري ليدي، ودي من الأغاني اللي كسرت الدنيا، مش عايز أقول لك يعني زمان كانت عاملة زي الأغنية ديت. فكلمة شاري دي كلمة هيروغليفية بمعنى إيه؟ صغير وصبي. طيب، شتم، شتم كلمة هيروغليفية بمعنى محب للخصام. في ناس كده بعيد عنك تبقى الدنيا كلها تحفة وعنده شغلانة باربع تلاف جنيه في الشهر وجميل وصحابه وحبايبه وخاطب بنت زي القمر من عيلة ومؤدبة ومتدينة،
وضارب بوز قد كده وماشي عمال يخانق دبان وشه. اهي كلمه ثانيه اهي في مصر القديمه ومصر الحديثه اهي زي لسه ما لقيناهاش اصل عند المصر القديم دبان وشه دي. لان خد بالك ايوه ده انت هتستغرب لما تعرف ان الذباب كان يصنع منه القلائد الذهبيه وكانت تعطى كانواط ونياشين لعظماء الجيش. يعني لما اجي اكرم قائد جيش عسكري في مصر القديمه من ضمن التكريمات اديله قلاده الذبابات الذهبيه الثلاث. وتستغربي لما تقولي ايه اللي دخل الجندي العظيم في ان انت تشبهه. احنا بنتكلم من الاف السنين فشيل من مخك حته ان الذبابه دلوقتي احنا بننظر لها ازاي. لكن بص هناك. فاقترح احد علمائنا الاجلاء ان احسن جندي هو الجندي الذبابه. اصبر بس اصبر شوف الكلام وعمقه. ليه؟ هي الذبابة بتتميز بإيه؟ خفيفة الحركة السرعة تمام. حد عنده أي صفة تانية؟ المثابرة اللي هو الزن مش حسيب مش حسيب مثابرة طول الوقت تعرفش ما تعرفش تجيبها. أحسن أتحداك تمسك دبانة بإيديك إلا لو كنت سبايدر مان أو كما يطلق عليه سبايدر مان عندنا. لا وانت بتضحك على ايه؟ ده انا طالع من الفيلم في اول عرض ليه انت عزمت على البتاع كان اول ما نزل خالص وانا طالع اللي قاعد جنبي قال انا ما كنت انا عارف ان انا ما كنتش هحب سوبر مان. سوبر مان ايه يا ابني احنا بقالنا ساعه ونص بنتفرج على سبايدر مان. طيب فاذا شتم محب للخصام مشكلجي مشكلجي كويس كده بتاع مشاكل مشكلجي. خد بالك حرف الجيم والياء هي حرفي النسبية في التركية صح؟ عطش جي قهوة جي بلطة جي مكوة جي. فالجي دي اللي انت عمالة تستخدميها طول النهار دي هي الجي النسبية بتاع التركية. فتستغرب بقى لما تعرف ان اكتر فرقة راقية في الجيش العثماني اللي غزا العالم هي الفرقة التي كانت تتقدم الجيش كمان من كتر ما هي قد ايه محترمة وكانت تخش وكانت يبقى لها يونيفورم معين وانت طالع تاخد السلاح بتاعك البؤجة والبلطة لانك هتكسر القلعة عشان الجيش يخش على طول على ايه على طول على القاعدة يعدي ماشي لسه ما هستنى بقى ما تكسر لي القلعة وعدي وما تعدي لا. ففرقة البلطة جية هي فرقة البلطة جي اللي هو بتاع البلطة لان احنا قلنا جي هي النسبية. فبتاع البلطة ده اللي هو هيكسر القلعة علشان الجيش ما يقعدش متأخر او في شجرة واقعة مثلا مثلا شجرة واقعة في الطريق فانت لسه هتوقف الجيش العرمرم اللي ورا ده. ده انت عشان توقف جيش ده انت موال موال وبعدين انت مش جيش بيقف كده. دي تكلفة دي تكلفة ان انت توقف جيش مش الحصانه بقى هتقف وهتبدا بقى شحيه ولا عايز يشرب ولا عايز ياكل ولا عايز بتاع ايه قصه. فلا انا مش عايز اقف انا عايز استمر سموها الستينج باور انا عايز القوه تبقى مستمره ما توقفش. يعني ايه اللي هي الدفع الذاتي ده اللي انت بتتكلم فيه. تلاقي ايه الفرقه اطرد منها اتنين وغلبت في ايه الدفع الذاتي انا حاسس ان انا قليل فايه بهاجم اكتر فتلاقي كسب الماتش وهو 9 والتاني 11. فحتة البلطة جي دي بتاع البلطة فده راجل مقدر جدا في الجيش العثماني بالمناسبة طبعا اتحولت بعد كده بقى بلطجي ومش عارفين عندنا لكن بكلمك. وفي نفس الوقت هتستغرب لما تعرف ان مصر في 1700 ممكن تتكلم 53 ل 55 يعني لمدة سنتين تم حكمها بواحد اسمه مصطفى باشا ومصطفى اللي هو باشا يعني كلمة باشا اللي احنا بنستخدمها دي اسمها باشا. فمصطفى باشا ده كان بلطجي كان في فرقة البلط كان في الأصل بتاعه خريج فرقة البلطجية بتاعت الجيش العثماني. فتستطيع أن تقول إن مصر حكمها بلطجي لكن بلطجي بالمعنى التاريخي القديم الحلو مش بعد ما إيه بعد ما إحنا غيرناه. طب أما اتغير إزاي؟ كان بيبقى فيه شباب بيبقى واقف في الطرقات ساعات كده تلاقي شباب واقفين عندنا في اسكندرية ولاك واقف على الإمة. وزمان بقى كان الشاب اللي واقف على الامه ده بقى يعني الاغماء للستات يعني البنت تعدي يغمى عليه على طول ده واقف على الامه واو ده الكول بقى بتاع اياميها ده بقى الواد الكول
ولو كان بقى حظك يا حظك لو ماسك سلسله في ايديه وبيعمل كده واو ده دي بقى القاتله دي دي بقى الاغماء الاغماء الحي كله هيغمى عليه من جماله خلاص الشاب واقف على الامه ده اللي انتوا بتسموها ناصيه هنا دي كويس كده ده ساعات كان بيبقى بيطلع يعني او واحد شكله او واحد شبهه او كده كان يطلع يقف عائق في الطريق فيجي بقى انت معدي فيغلس يا هات بقى مش عارف معاك بتاع ايه الدين ايه معاك اكل معاك شرب معاك قلق اي حاجه هات ساعه الكلام بقى اللي هو الايه بلطجه دي خلاص ايوه بالظبط فهذا الرجل او هذا الشاب اللي كان يقف في وسط الطريق يعيق الطريق ده كان اسمه ايه بقى كان اسمه العائق لان هو ايه بيعيق الطريق فالذي يعيق الطريق اسمه ايه العائق رحت انت محولها العايق والقاف انت عندك حرب خطيره بينك وبينها فرحت محول القاف للهمزه فاصبح العايق فاصبح الواد العايق بص بقى ازاي الايه الكلمه جايه بتاريخها بشكل عجب يعني تقعد تفكر كده عجيبه جدا الكلمه صح انت عمرك ما انت عمرك ما هتفكر ان العايق ده اللي هو العايق ده كان بيعيق الطريق ده دلوقتي العايق ده يعني انت لما تلبس شيك بقى تبقى واد عايق بقى ولابس بقى مش عارف ساعه ايه وكرافات ايه تبقى واد العايق لا ده انت دي مصيبه سودا لو انت عايق ده دلوقتي بتخش تاخد 15 سله وقفت في الشارع يعني الكلام بقى ده واخد بقى طيب مين تاني كان بيقف برضه في الطريق كان كان من ضمن الشباب اللي كان بيقف في الطريق مع العائق ده الشاطر فكان في مجموعه الشطار برضه دي مجموعه ضايعه ومنهم ممكن يبقوا واد فهلاويه وحراميه وبتاع اسمه فالشاطر دي صفه يعني مش لذيذه خالص طيب فحصل ايه بقى حصل ان من كل ده جم بقى الكويسين لان من كل حاجه وحشه وكل حاجه حلوه كده يعني مع بعضيها فمين بقى الكويسين اللي بيحموك بقى من الدا ومن الغلس ومن العائق ومش عارف ايه وبتاع فبدأت انتشرت ظاهرة الفتوات والفتوة جاية من الفتوة اي باللغة العربية الفصحى القوة من الفتى من الفتى من الشباب القوي طيب الفتوة وكلنا عارفين ان الايه الفتوة ده كان راجل جميل وكان محبوب في الارض اللي فيها وكان بيحمي الناس ويحمي الستات ومفيش حد فيش ست تتعاكس وهي معديه والكلام ده كله لحد لما بدأوا يستمالوا بالفلوس فتحولوا بقى للقصه اللي انت ايه سمعتيها بعد كده ولكن لهم قصه جميله قوي مع السيدات اللي هم الفتوات دول الفتوات دول كان في مره عندنا واحد الاتراك والشراكسه كانوا مش محبوبين في مصر والمماليك عامه ما كانوش محبوبين في مصر رغم ان هم بنوا الجوامع والسبل والاسبله والدنيا والمدرسه وبتاع بس ما كانوش محبوبين ودي الاسباب كتيره منها التعالي ان تملي المملوكي كان عايش في حتة والمصري عايش في حتة المملوكي يتجوز من فوق وما يتجوزش من الشعب المملوكي يستعبد الشعب كده فبالتالي هم لما محمد علي ضربهم وبتاع الشعب يعني ايه فهذا المملوكي هذا الشركازي هذا كذا هذا المملوكي البحري هذا المملوكي انت النهاردة البرجي كل انواع المماليك ديت وكانوا بيحطوهم للجباية والعثمانيين من بعدهم فالجبايه اللي هو بتاع الضرايب بتاع المكوس سموها المكوس عشان كده عندنا في اسكندريه في حته اسمها الماكس عندنا حته اسمها في اسكندريه الماكس قريب من الميه لان ليه لان كانت الناس المراكب تعدي والمواني ومش عارف ايه فتدفع المكوس ماكس مكوس تدفع الضرايب شوف البلد تسمياتها عجيبه ازاي عجيبه فحاجه عجيبه جدا فكان اللي بيدي يوميها الضرايب جاله أمر من الكبير علي الضرائب على المصريين غلابة بقى المصريين كل ما الدولة العثمانية عايزة حاجة كل ما المماليك يبقوا عايزين يلموا فلوس كل ما الدولة العثمانية الباب العالي بتاع الأستان عايز يلم فلوس هات يا ابن المصريين يا ابن حط عليهم ضرائب الغلابة دول ولو كلموا ضربوهم بالكهرباء والكلام اللي انتوا عارفين فوقتها اللي كان بتاع الجباية كان اسمه البرديسي فالبرديسي أصدر قراره المصريين طبعا ايه سمعوا القرار يعني أحبطوا كالعادة فخرجت السيدات بالمقشات طلعوا بالايه بالمقشات اللي بيعملوا بيها البتاع ومشيوا متوجهين ناحيه البرديسي هيضربوه ولا ايه ستات مصر طالعه بتعترض على الضريبه امال فين الرجاله دي حاجه تكسف ستات مصر طالعه بالمكانس
ومتوجهين ناحية البرديسي وهم يصرخون الكلمة الشهيرة تاخد من تفليسي، تاخد ايه من تفليسي يا برديسي. خلاص، وهذه الصيحة الخطيرة في سماء القاهرة، مين شافهم هم معديين رايحين للبرديسي في توات الحسنية المشهورين دول، خشبة بقى والحديدة ومش عارف مين بقى والشنب اللي يقف عليه الصقر، تفاهم بقى النظام. فطبعا عيب عليك قوي بشنبك اللي انت حاطه ده، ان الستات نازله بالمكانس عشان تقول للراجل المحتل كفايه ضرايب وانت واقف لي عامل لي فيها فتوه. فانكسفوا في توات الحسنية، كسفوا على دمهم وقال لك ما يصحش يا جماعه ما بالدهب، يلا بينا. وراحوا راحوا طالعين مع الستات، ها، وراحوا والبرديسي والغيت الضريبه. والسبب لإلغاء الضريبة المكانس، لا مش الستات، المكانس. أيوه. طيب، كلمة جديد بالهيروغليفي وكلمة طازج في المصري القديم يعني ماوي. تعرف العيش الماوي؟ طيب روحوا الصعيد، بل روحوا اسكندرية زمان، والدتي هات عيش ماوي، بيبقى أكبر من العيش البلدي العادي وطعمه تحفة. فبالهيروغليفي اهو طازج وجديد ماوي. غير العيش الشمسي، غير العيش الشمسي. ايه هي المنيا والمنيا ووافته المنية؟ يبقى ايه المنية هنا؟ يعني موت، مش وافته المنية. طيب منت بالهيروغليفي، منت بالهيروغليفي يعني موت. والاغرب من كده بقى ان موت بالهيروغليفي يعني موت، نفس طريقة الحروف ميم واو تاء. مررت، مررت بالهيروغليفي يعني شارع، انت تقول ايه؟ مررت او ممر او مررت على الشارع الفلاني، مش كده؟ عندنا مررت. طيب محت يعني مياه الفيضان، وانت تقول مياه الفيضان دخلت عملت ايه؟ محت، محت يعني مياه الفيضان، وانت هنا تقول بالهيروغليفي ايه؟ بالعربي ايه؟ المية الفيضان دخلت فمحت كل اللي قدامها فمحت بالهيروغليفي. مسيت، وهي مسيت بالهيروغليفي يعني وجبة المساء، الوجبة اللي هي العشاء يعني اسمها مسيت. فانت تقول ايه؟ اتمست بالخير، اتمسي بالخير، المساء هنا مسيت بالهيروغليفي. برضو من الكلمات اللي ممكن تكون عاشت في موروثنا. طيب احنا بنتكلم على قد ايه المرأة في مصر القديمة، وكانت دكتورة وكانت طبيبة، وعندنا بسيشة طبيبة بقالها 4500 سنة، وكانت طبيبة ايه؟ مشرفة الطبيبات في البلاط الملكي. متخيل التايتل عامل ازاي؟ ده من 4000 سنة ونص. طيب والحضارات التانية بصت للمرأة ازاي؟ وعندنا المرأة الشهيرة كانت سيدة اعمال، وكان عندها وكلاء تجاريين في مصر القديمة، وعندنا الحادثة الشهيرة بتاعت الراجل الشاب المصري اللي راح يخطب واحدة، ومن كتر حبه فيها حب يطمن اهلها انه هيعاملها معاملة عظيمة طول عمره، فخرج وجمع كبارات القرية وحطهم قدامه وطلع وحلف على نفسه حلفان، قال لو اسأت معاملتك يوما في زيجتي معك اضرب 100 ضربة. واخذ على نفسه الحلفان ده قدام القرية كلها وكبارات القرية كلها. هو احنا انت بتقولي طبعا اتضرب، انا بقولك بقى القصة انتهت هنا. المصري القديم ما عملش اي نوع من التأريخ للقصة بعد كده حصلت. ماليش دعوة، اعرفش، انا شغال بالنصوص يا عم، ماليش دعوة. هو على هم انت ما تستغربش قوي، لانه انا اعتقد ان أنا يعني انا طبعا ما روحتش عشت معاهم من 4000 ولا 3000 سنة، لكن انا اعتقد اللي حصل الاتي، هو كان واثق قوي من حبه لها، والحب في رأيه هو وطبقا لرأي انا 150 مليون في المية، الحب يعني احترام.
ماسك الايدين بقى وكنز. عمري ما فهمت كنز دي يعني هتجيب لها كام واحده يعني. انت طلعت دلوقتي على الكورنيش وجبت لها كنز، جبت لها كام واحده؟ في الاس اللي في الاخر دي بلورر جمع، يبقى انت جبت لها اكتر من واحده. لكن لو انت عايز تفسحها وتجيب لها كان يبقى واحده كان، انما جبت كنز يبقى كتير، يبقى انت جبت لها علبه قد كده اهو. او قول صفيحه من المياه الغازيه علشان ما تبقعش نفسك في الانجليزي الغلط صح. انما كنز كل دول مودلز، كل دي بتشتغل ايه مودلز ليه؟ انت كام واحده؟ انت ايه عندك اشباح بيشتغلوا معاكي مودلز؟ انا ما بقلش، انا بقول هقول الصح او ما تقولش. انا كمان بعمل غلطات في الانجليش، مين قالك؟ مين قالك؟ مليون مره ها. لكن بفتيش في اللي ما هتيجي تسالني تقول لي مثلا طب واخبار مثلا حضاره مثلا البرازيل ايه؟ هقول لك لا استنى يا عم، حضاره البرازيل مش تبعي. لكن لو سالتني مثلا على الانكا والاستكس في المكسيك وفي بوليفيا وفي تشيلي اقول لك شويه ما فتيش في الحته اللي انا ايه؟ ولكن دعني اقارن لك او اقارن لك، علشان دي حاجه ليها دعوه بالمراه شويه. دعني اقارن لك ازاي انتوا كنتوا محظوظين في مصر القديمه، وازاي انتوا ما زلتوا على اكبر درجه من الحظوظ دلوقتي، وازاي ديانه الاسلام وغيرها من الديانات السماويه ازاي قدرتك قدرتك وازاي بجلتك ها، وازاي يجب ان انت تصبحي طول عمرك شخصيه مبجله ومقرزه. يعني لازم كل زوج يقرز مراته، ويقرز هنا دي كلمه عربيه فصحى صحيحه بمعنى يبجل او يمدح. الكلمه الصحيحه يمدح، يبجل حاجه تانية يمدح. فالزوج يجب ان يمدح مراته. فانت بقى تروحي النهارده لجوزك تقول له انت ما بتقرزني، بسام قال لي ان انت المفروض تقرزني. طيب تعال نشوف في قال لك ده هيقرزني تقريز. طيب طيب على العموم بس انت قولي له بس بسام قال لي وهو هيفهم. طيب ماليش دعوه بيكي طبعا، هقفل الموبايل النهارده. طيب تعالى بقى نشوف ايه الحضارات التانية قالت ايه عن المراه. احنا اتفقنا هو المراه في مصر القديمه والمراه في الاسلام حاجه ما فيش احلى من كده في الدنيا صح. فاطمه الفهري، فاطمه الفهري صاحبه اول جامعه في العالم، مسجد القرويين اللي بعد كده اصبح جامعه، وعملتها لكم في محاضره المراه في الاسلام. فتخيل انت يعني ايه بابا الفاتيكان راح درس في جامعة القرويين بتاع فاطمة الفهري، طلع سنة 999 ل 1003 أصبح بابا الفاتيكان اسمه سيلفستر. طب درست فين يا سيلفستر؟ درست في عند فاطمة الفهري في جامعة القرويين. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه المرأة دي؟ ايه الست دي؟ اه دي بقى اللي تبقى أمي، الست دي تبقى امي وتبقى اختي، وهي دي اللي انا افتخر بيها، هي دي فاطمه الفهري. لكن للاسف الشديد احنا في 2016 محدش فينا يعرف فاطمه الفهري، ولكن كلنا عارفين خمسه موا مش كده ولا لا؟ طيب واخبار صفينار ايه؟ وهل هي صفينار ولا صفيناز؟ في الامتحان هنكتب ايه؟ طيب معلش هو نقد للمجتمع يعني، انا بنقد نفسي كمان، انا مش بعيد عن المجتمع. طيب نمسك الهندوسيه، والهندوسيه حضاره، حضاره بس خد بالك حضاره تفرق عن حضاره. طيب المراه في الهندوسيه بتقول، الهندوسيه بتقول ايه على المراه؟ المراه هي بؤره السفه. معلش دي حاجه مش موجهه لكم، ده انا بقول لك الهندوسيه بتقول ايه في الديانه الهندوسيه. مدينه التهور، يعني هم ايه عملوا لينك ما بينها انها على شكل مدينه وهي متهوره. مستودع الذنوب وبيت الخداع وحقل الظنون وحاجات تانية مش هقدر اقولها. طيب بلاش نكمل احسن، لو كملت ما في كلام مش مظبوط. طيب تعال، فاذا انا بس بديكوا فكره قد ايه انتوا كنتوا مبجلين وما زلتوا مبجلين. المدفوعات بالهيروغليفي يعني إبو. وتكتب هكذا في الهيروغليفي إبو بالبه مش بالبه، بي فور بنسل.
يبقى إيبو أو إيبو يعني بالهيروغليفية المدفوعات. فأنت تقول إب إيه؟ إب بال إب بالمعلوم. أنا مش قادر أفهم كلمة معلوم دي. إب بالمعلوم يعني المفروض إن خلاص معروف إن في الحاجة دي بتاخد 10 جنيه في الحاجة دي معلوم. زمان الست لما كانت بتتجمل نتكلم بقى مماليك وعثمانيين والنظام ده كانت بتحط على الجبهة بتاعتها هنا هوت حاجة نازلة كده ايه قال يعني بيلبسوها دلوقتي ساعات كده يعني منظر جميل حلية كده حلية كده الحلية اللي بتنزل على الجبهة من فوق دي لها لها اسم بالعربي اسمها القصة القصة ومن هنا جت ايه ده منزل منزل القصة تمام فدي برضو من الحاجات المهم الله أكبر في عزة لله طيب خش على الباقي بتاعنا انت بتلبس جبة بتلبس قفطان وبتلبس لاسة صح؟ بتلبس سديري تلبس خوف وبعدين بتحط الايه الكوفيه او الشال او حاجه وتروح ايه او العبايه فوقيها طيب فيقول لك ايه بقى يقول لك طيب سؤال مين هو الفسخاني بس استنى عليا في الاجابه ما تجاوبش بسرعه انا بتكلم تاريخيا ها من هو الفسخاني استنى يا دكتور كلكم هتقولوا بتاع الفسيخ ده الشيء الطبيعي يعني الفسخاني هو مصنع الطرابيش في اللغة الأصلية يبقى احنا هنا وصلنا لكلمات بنستخدمها احنا دلوقتي ملهاش دعوة خالص بأصلها فانت تقول لي فسخاني طرابيش هقول لك بص في الانجليزي يعني ايه طربوش برافو عليك فاس وفي مدينه في المغرب اسمها فاس 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 وانت عارف ان الفاس او الطربوش المصري غير الطربوش التركي ايه الفرق اصحوا معايا الفرق لما بتروحوا لمحمد لما بتروحوا تشوفوا الحاجات بتاعت محمد علي ومش عارف ايه وبتاع بيبقى الطربوش بتاع الاتراك ايه اقل مبطبط كده مش كده اقل ارتفاعا من الطربوش المصري الطربوش المصري تاورينج اكتر كده مرتفع اكتر كده صح تمام في عندنا في التركيه كلمه اسمها الشنتيان ودي متاخده من الفارسيه الشلوار الشل بالفارسيه هو الحته دي في الجسم جسمها الشل بالفارسي اللي هو الفخذ خلاص تمام والوار هو الشب كلمه فارسيه بمعنى الشبيه فلو انت عايزه تقولي الشبيه بالفخذ فهتقولي شلوار اللي هي الكلمه المشهوره اللي بعد كده اصبحت سروال يبقى سروال اصلها شلوار وشلوار كلمه فارسيه منقسمه لقسمين شل يعني فخذ ووار يعني الشبيه يبقى شبيه الفخذ وكأنه يشبه هذه المنطقة من الجسد طيب الدلع يا عريس الأغنية بتقول ايه الدلع يا عريس يا بولاسة نايلون طيب نايلون علشان يبقى بيبرق علشان يبقى القماشة ايه بتبرق طيب واللاسة ايه هي اللاسة اللاسة هي اللي بتتحط فوق العمة يبقى انت حطيتي عمة واللاسة بقى حواليها كده فيبقى ايه تدي بقى البريق اللي انت بتشوفه بقى لما تلاقي الراجل كده بقى ايه لابس بقى ومتأنتك طيب دخلت البدلة دخلت الايه البزلة البزة ديت البزلة او البزلة طيب ففي ناس انت عارف احنا نظامنا في الاردن تبص تلاقي ملك الاردن لابس جلابية وفوقيها بدلة ولابس برضو الغطرة مفيش مشكلة مش كده عندنا هنا في سيناء مثلا البدو في سيناء العظيمة تبص تلاقيه لابس الايه الجلابية وساعات فوقيه الجاكيت زمان كان الافندي اللي راجع من الشغل ده لابس ايه بدله
وايه وكرافطة وقميص، ولو واد بقى ما حصلش كمان في سديري. لكن في كثير من الاحيان، ودي بتلاقيها في الافلام الابيض واسود، تلاقيه لابس جلابية ولابس الجاكيت علشان يتأنتج بقى، يتأنق بقى. ده كان يطلق عليه ايه بقى زمان؟ اللي كان يلبس جلابية ويلبس جاكيت يطلق عليه صفة، مش شتيمة، صفة، البزراميط. البزراميط، ودي مش صبة، ده هو بيصف الرجل الذي يرتدي الجلابية وعليه الايه؟ وعليه الجاكيت، يطلق عليه البزراميط. فانت اي حاجة لخبطة، انت ما انت حاجة من الاثنين، هتلبس لي غربي جاكيت وبنطلون، هتلبس لي الجلابية بتاعتك، هتعمل لي الميكس، انت بزراميط. يبقى اللخبطة والمزج الغريب ده في اي حاجة اصبحت ايه؟ بزراميط. سمعت الموسيقى الاغنية الجديدة بتاعت مش عارف مين ايه، بتاع ايه دي؟ ما تفهمش دي تكنو على راب على شرقي على ام كلثوم، ده عام، ده عام بزراميط. وتروح انت قايل بزراميط، ودي الصفة، ودي كلمة مش قلة الادب يعني. وبعد كده دخل اختراع خطير بعد كل ده اسمه البلطو. البلطو بقى، وكمان في زراير. لا كان في ما انا عشان انا بقول لك، لان البلطو ده كان في مكان فيه زراير، كان بيبقى مفتوح، وبعدين رحت انت عامل زراير رحت قافله. ده خطير، ده اكتشاف، ده اختراع بدا. كلامنا خفيف عليهم. طيب، ختم بالهيروغليفي يعني عقد. ختم بالهيروغليفي يعني عقد، كونتراكتو يعني. وست ختم بالظبط كده، وختم والست بالهيروغليفي يعني ست، وبيت يعني بير. فلما انت تقول ست بير يعني انت بتقول سيدة البيت او ست البيت او ست الدار، يسموها كده ست الدار. طيب، هننهي بهذه المعلومة، في كلام كتير لكن هننهي في هذه المعلومة، التأثير الفرنسي، وبعدين نخش على، عشان انا عارف ان كانت الناس بتتكلم على كتاب كليوباترا، هقول لكم حاجة على الكتاب بتاع كليوباترا الجديد بتاعي كده قبل ما نخلص. عندنا بعض الكلمات جمعناها هنا هوت في الورقة ديت من الفرنش. رادياتير، رادياتير بتاع العربية، دي كلمة، وديركسيون، وكونسول. يعني ايه كونسول؟ ها اللي هو كان ايه ده؟ ايوه، كان ايام زمان كان يتحط فين؟ طيب اهو كده، كان يتحط في السفرة، وكان يبقى انتيكة خشبية تحفة كده، فرنسية الاصل كده، وتقعدي تفتخري بيها قدام صحباتك، ويبقى هو ده من ضمن الحاجات اللي موجودة عندك في العفش. انا جبت كونسول او جالي كونسول. طيب، تابلو فرنساوي برضو، وعاش زي التابلو، والتابلو برضو اللي انت بتخش الفصل بتلاقي التابلو، مش كده؟ طيب، عندك بقى الاباجور. الاباجور هو ايه؟ الاباجور. طيب، ايه هو الاوبليك بالنسبة للستات اللي البنات اللي بتحضر الجواز؟ والمصباح اللي فوق ده، والابليك بتاع الستاير، والابليك اللي هو المصباح، وده ابليك كلمة فرنسية. تمام. طيب، اتيكات اللي هي الاداب، السلوك البني ادم، اتيكات. طيب، اسفلت، تخيلي دي فرنسا، دي متاخدة من فرنسا. اكروبات فرنساوي، زي البهلوان وبتاع، اكروبات. اكسدام، الاكسدام، ودي اصلها اكسيدان اللي هي الحادثه، وبما ان بعيد عنكم الحادثه بتيجي من العربيه من الاول، فيبقى هو ده اللي قدام. اكسسوار، قطع الغيار وكده، دي كلمه فرنسيه برضو. الا جارسون، طبعا كلنا عارفينها دي، الا جارسون، لما تحبي تعملي شعرك الا جارسون. كليشي، مش انت دلوقتي تقول لك ايه الكلي، انت هتقعد تكلمني في كليشيهات بقى. الكليشي كلمه فرنسيه، وعندك اكلاشي كمان فرنسيه، وعندك اوكسيدي، وطبعا دي الكلمه اللي احنا هنبدا نسمعها في الايام اللي جايه طبعا، عشان الاستاذه راحت الساحل الشمالي وحطت مش عارفه بمرهم ايه، ولا انا عارف بتاع ايه، كريم ايه، وراحت راجعه بقى واخده الاوكسيدي، فيبقى واخده الاوكسيدي. وطبعا بعد كده المصريين طبعا بعظمتهم، او المصريات، تحولت الى انا رحت الساحل واخدت برونزي، لان خلاص الاوكسيدي بقت موضه قديمه،
ان انت اكسدتي بقيت موضه قديمه اخدتي اللون الاكسده اللي هي البني المحمر دلوقتي انا بقيت برونزي زي البرونز المحمر قوي ده فعلشان بقى وشي بقى برونزي فالمفروض ان كل الرجاله تقف طوابير عندك كلمه اليجان ان انت ايه اليجنت حتى بالانجليزي ان انت راجل انيق اليجان فانت الانسان الانيق يتقال عليه الاليجان وبالعربي احنا خدناها وحولناها الاجا وده يمشي مع الكلمة التركية بتاع القماش اللي كان معمول من الحرير ده وكان اسمه وكان اسم القماشة دي ألاجة يقولك انت اخر ألاجة يبقى انت لابس قماش حرير حلو جميل أمور بالفرنساوي طبعا كلكم دي عارفينها أمور دي اللي هو المحبوبة الحبيب يعني المحبوب او الحبوبة او المحبوبة الأمور عشان كده الولد اللي شكله حلو بيبقى أمور بس انت شديت كلمة امور ورحت حاطط لها شدة في الوسط فبدأت بدل ما تبقى امور بقت امور وبالتالي هي هتبقى امورة وبعد كده اصبحت علاقة البنت بامها اللي هي امورة ماما لا انت ايه جعت ولا ايه دخلنا في الفول طيب بطل انتك بقى ها بطل ايه انتك الواد ده متانتك طيب دي ايه دي جاي من الفرنساوي انتيك الحاجه القديمه الجميله الحلوه التمثال ده اللي موجود بتاع المصري القديم او كده ده انتيك اوتيل طبعا مشهوره جدا ننهي بقى بالكده عشان انا عارف ان في ناس ما جاتش محاضره وزاره الثقافه وكانوا بيسالوا كليوباترا في دقيقتين الكتاب بتاعي الجديد اسمه بين الحقيقه والاسطوره والإعلام نحن نتكلم هي الهيئة العامة المصرية للكتاب بتاع وزارة الثقافة فالكتاب بيزيكلي بيجيب لك أغلب الحاجات على كليوباترا حياتها ابتدائها قصتها طبعا مع وفي المفاجآت بقى العادية بتاعتها فأنا هقول لكم على المفاجآت كده سريعة عشان تقعدوا إيه للي هيقرأ الكتاب يبحث عن الموضوع في عند حضرتك ان هي ما ماتتش منتحرة بالثعبان ودي هنا هوت انا بحاول اثبتها من اقوال المؤرخين القدماء وكمان بالكومن سنس او المنطق ازاي انا بشرح لك حكاية دخول ثعبان الى غرفة هذه السيدة المطلوبة من العالم كله استحالة ازاي جت منين قصة التعبان دي وهل هي قصة قوية ولا ضعيفة ادي واحد اتنين في هنا قول غريب شوية ان هي ما اتجوزتش يوليوس قيصر وما اتجوزتش ماركوس أنتونيوس وكان على يوليوس قيصر ان لا يتزوجها رغم انها خلفت له الولد كويس كده فانت تقولي طب امال ايه علشان الناس في روما مش هيقبلوا ان الكبير بتاعهم يتجوز واحدة مصرية من البلاد اللي هو محتلها فكانت من مشاكل كليوباترا قبل ما تروح روما انت هتوديني روما وانا محظية وهي طبعا بقى كليوباترا بقى الشخصية بقى اللي هي مناخيرها دي محدش يعرف يكسرها معتدة بنفسها فخورة بنفسها ف ده اللي اثبت لنا اكتر ان هما ما كانوش متجوزين لانها لو كان متجوزة ما كانش هيبقى عندها اشكالية في ان هي تروح روما وروما تتعرف عليها على انها زوجة هذا الايه الامبراطور او هذا الرجل الحاكم الكبير يوليوس قيصر وهي حظ يعني قدرها انها جابت له قيصرون تصغير قيصر والغريب في الامر ان شوف الست دي حكمت لغايه حوالي 39 هي ماتت صغنونه ماتت حوالي 39 وانا بقول ماتت لان انا حسبت لك هنا انها ما انتحرتش وهتلاقيني بجنح في وسط كلامي في الكتاب على اني هتكلم على ان انا بشعر وكأنها اغتيلت طب اغتيلت ليه ومين اللي اغتالها اقرأ في الكتاب حتى كده تحنيسة خلاص طيب واخيرا بثبت لك هنا ان هي كانت قبيحة الشكل كلمة قبيحة كلمة ممكن حد يجادلني فيها موافق ليه لان الجمال بيسموه جمال نسبي اللي حضرتك شايفاه يعني في واحدة شايفة مثلا ريتشارد جير مثلا او توم كروز او بتاع مش عارف ايه ان هو شكله حلو
في ناس تانية تقول لك لا انا بحب مثلا ده اللي بتاعنا ده اللي هو عز مثلا, انا شايف ان عز ده شكله بتاع مش عارف ايه وسيم, ها, وحد تاني يجي يقول لك لا انا اتخيل مثلا عادل امام او علي الكسار, يعني كل واحد عنده النسبيه في بتاع. ولذلك بتلاقي واحده ماشيه في الشارع زي القمر متجوزه واحد انت شايف ان هو مش حلو وهي شايفاه ملك جمال العالم, فدي ما تقدرش تقولها. لكن الكوين بتاعها اللي هو العمله بتاعتها اللي انا جايبها لك هنا في صوره, عمله توضح ان بكل مقاييس الجمال سواء روما ولا اغريق ولا يونان ولا فينيق ولا مصري ولا نوبي ولا اسيوي هي مش حلوه على كل هذه الايه. ولذلك بلوتارخوس واللي انا باخد المؤرخ العظيم اللي انا ذكره هنا اكتر من مره يقول لك ايه بمعنى الكلام, ربما لم تكن بالجمال الذي يجذب الرجال, هو مؤدب يعني, هو مش عايز يقول انها كان شكلها يعني يقطع الخبره من البيت. لكن شوف بقى الجملة اللي جاية دي, احذر يا احذر احذرنا يا سيدات مصر. شوفي الراجل لما المؤرخ لما يجي يكتب عليكي بيقول ايه, ربما لم تكن بالجمال الذي يجذب الرجال, ما معنى الكلام؟ ولكن الله ينور عليك, انا بقى الخبرة بتتكلم. ولكن عندما كانت تفتح فاها تأسر كل من حولها. يبقى انت بتقولي ايه؟ هو ده اللي هيجذب, هيجذب بالجيم بحرف الجيم مش بحرف الكاف, هو اللي يجذب العلم. فتعرف هنا في الكتاب ان كليوباترا السابعة كانت كيميائية, كانت فارسة, كانت تستطيع قيادة الخيل, ودي حاجة عند الرجال لما يلاقي واحدة زيت بتجري بالخيل كده, ايه ده, دي مش حاجات الستات دي. وكانت ايضا شاعرة, وكانت ايضا تتعلم اللغات. خد عندك المفاجأة السابعة في الكتاب, بثبت لك انها كانت البطلمية الوحيدة التي تكلمت المصرية. يعني بطولموس الاول مؤسس البطالمة في مصر ما تكلمش مصري, بطولموس الثاني اللي عمل فنار الاسكندرية ومكتبة الاسكندرية اللي كان فيها 700,000 لفافة علم ما تكلمش المصرية, متخيل؟ لكنها تكلمت المصرية فاقتربت اكثر. طالما انت اتكلمت لغتي قربت عليا, المماليك ما قربوش مش عايزين نتكلم اللغة دي. التراكوة العثمانيين خرسيس فرسيس ادب سيس مش عارف ايه تيس ايه مش عارف ايه بتاع تضل النار ايه متعالي, فتعالى يا حبيبي انت هتيجي على المصري تك تك, بدأ السخرية وبدأ البتاع. الامبراطور الروماني اللي كان شكله مش عارف ايه وجاره حاطط ضرايب على بتاعه وراح عامل صورته على الكوين, طلعوا قالوا ايه العمله دي بكره تبقى باتنين وهتبقى فقيره ومش هيبقى لها اي قيمه, من ده بكره بعملتين, انت تقول من ده بكره بقرشين. واكتر اللحم واكتر ناس اكتر ناس يقلسوا مشهور عليهم بالانجليزي كده mocking people, السخريه من الناس. اكتر شعب في مصر مشهور في التاريخ بالسخريه, ما هو المصريين, ما انا بقول لك اكتر شعب المصريين السكندريه كانوا بيالفوا اغاني ضد الامبراطور الروماني ولا يخشوا ولا يخافوا. شوفي بقى ازاي دي عاشت وسط الايه, وسط الموروث بتاعك. فتلاقي اسكندريه طلعت لك اكتر المعارضين ضد الانجليز وضد الفرنساويين, وتسمع عن مش عارف مين ايه, وتسمع عن سيد درويش مين, وتسمع عن ده ايه, ها, ويشد حيلك يا بلد, وتسمع ان انت جاي تلومني دلوقتي بلاش تلومني, شوف ايه الموضوع ايه, ها, وادي اللي كان وادي اللي صار ايه ما ايه. الكتاب في الاخر خالص بيجمع لك كل ده طبعا باللغتي اللي انتوا عارفينها البسيطه اللي ما فيهاش يعني حزلقه ولا حاجه, عامله مش مستاهله يعني, لان التاريخ اوريدي متهم يعني ان هو ماده صعب, فاحنا بنسهل الامور بايه بتاعت. انا بس قلت كده لان انا المحاضره اللي انا شرحت فيها الكتاب كانت في حته بعيده عن الناس, وكانت في الشيخ زايد تبع وزارة الثقافة. طيب عندنا ثلاث دقايق الأسئلة السادة المسؤولين, ثلاث دقايق الأسئلة ناخدوا ثلاث أسئلة سريعة. طيب علشان احنا تملي دائما وأبدا أنا باخد وقت من اللي جايين بعدية وأنا بتأسف لده بتأسف لده, بس هي مصر المسؤولة بقى تدوس على مصر ما بعرفش أقف. عندنا أي سؤال هنا مثلا أو أي تعليق ممكن حد يحب يعلقه في الجزء هنا في الأريا دي؟ فضل فضل. تمام, يبقى انت بتفكر بصوت عالي معايا حتى قبل ان تقرا, يعني احنا مش عايزين نحرق الكتاب, لكن من الذي قتل كليوباترا؟ ما هذا سؤال. وانا اشكرك عندما قلت انت قصدك كليوباترا السابعه, وده سؤال حلو,
لان انت لما تقول كليوباترا صحيح انت قصدك اني واحده. هي كليوباترا السابعه بالفعل هي اشهرهن واخرهن، ما كانش فيه بعديها كليوباترات خالص. وعشان ما تزعلش قوي من ان انا يعني مطلعها انها شكلها وحش ومش عارف ايه وبتاع، هي ما كانتش مصريه فدي ما لهاش دعوه خالص. باباها كان بطولمس ال12 يعني كانت ست اغريقيه. وبالمناسبه مفاجاه من المفاجآت، امها مش معروفه لغايه دلوقتي، احنا مش عارفين ام كليوباترا ايه. وكلمه كليوباترا ذات نفسها معناها ايه؟ المحبه لابيها، المجد لابيها، المحبه لابيها. على راي الدكتور عزة رستم دلوعه بابا، فدي دي معناها. وبتتكتب ساعات بحرف الدال اللي بتحول لتاء كليوباترا، وليها اسرار كثيره. لكن خليني اقول لك انا معاك في الحته دي، بس انا بقول حاجه، انا بقول ان اللي قتلوا كليوباترا السابعه، هقول بقى جزء من الكتاب انت خليتني كده بقى اقول كويس، الجنود والجنرالات العسكريين اللي ما كانوش عايزين كليوباترا تقابل اغسطس، لان هم عارفين كويس قوي انها لو قعدت معاه ساعتين هتخلص عليه زي ايه؟ زي الاخوه التانيين دول. طب لما هي شكلها وحش وشايه يقطع الخميره من البيت وعقربه ولها حركات سياسيه وماكره وخبيثه، ايه اللي يخلي يوليوس قيصر؟ خد بالك خد بالك، يوليوس قيصر ده اهم واحد في الامبراطوريه الرومانيه، اقول تاني اهم واحد في العالم، اقول تالت اتجوز اربعه قبل كليوباترا السابعه، اقول رابع يعني لما كان يعمل كده الملكه جمال الكون كانت تيجي تحت رجليه، خامس الاربعه اللي هو اختارهم دول لما يبقى اهم واحد في الدنيا، انت متخيل بقى هو بيختار الاربعه دول زوجاته دول هيبقى شكلهم عامل ازاي؟ طيب والست اللي شكلها وحش واللي كذا واللي جايه من حته تانية واللي جايه من مصر واللي الرومان ما بيحبوهاش وقالوا عليها كلام وشتموها. كليوباترا من الملكات اللي تسبوا، اللي شتموا من الرومان، شتموا هذه الكذا بتاعت نهر النيل بتاع كده بتاعت مصر اللي هي الكذا اللي ماشيه على هي الحمد لله ما انا قلت لك انها مش مصريه بقى، بس هم راحوا مدبسينها لانها ملكه مصر، بس انا بقول لك تاريخيا لا هي مش مصريه. فانا بتقول ان هم وقفوا القصه دي لان هم خلاص اتعلموا بقى، الست دي لما قعدت يوليوس قيصر ضرب الاربعه بالشلوط ومات في حب دي، وكمان خلفت له الولد على الحظ ان الاربعه التانيين ما خلفولوش الولد، فهو هي قدرها كده بقى، قدرها انها جابت له الولد وهو كان امل حياته. خد بالك لو كان قيصرون عاش اللي هو ابنها، وما ابنها طبعا ده كان من اوائل الناس اللي كان لازم يتقتلوا من قبل الرومان. ليه؟ لان لو كان قيصرون عاش كان ياخد السفينه وينزل روما ويقف في روما كده ويقول انا امبراطور العالم والدنيا كلها تقول تمام سيادتك يا فندم. ليه؟ لانه معاه دم ابوه اللي هو يوليوس قيصر، فكان لازم قيصره من وجهه النظر الرومانيه يتذبح، وبالفعل اتذبح، وكانت هي كمان لازم تموت من وجهه النظر الرومانيه لان هي كمان بتحمل لقب زوجه يوليوس وام ولي العهد. يبقى ولي العهد مات ويوليوس اتقتل، اروح انا روما اقول لهم حقي في الايه؟ في العرش. فهي كانت مصيبه روما بالصداع، هي اكتر صداع لروما كانت هذه السيده، فكانت لازم تخلص. طب اتفضل. الرومان في الاسكندريه لا خلاص بقى، مارك انتونيو اتغلب في اكتيوم بقى، ماركوس انتونيوس اتغلب في معركه اكتيوم 30 قبل الميلاد. كل سنه وعند رضاك. طيب خلاص 31 بالظبط كليوباترا اتقتلت يوم 12 اغسطس 31 اكتيوم هرب، وطبعا هي عملت الحركه بتاعت هم مش كانوا بيحبوا بعض وام انتونيو وكليوباترا وكل القصص الوهميه دي. اول ما لقيت السفن بتاعتها بتتغلب في اكتيوم في البحر المتوسط وراحت واخده بعضها بالمركب وهربانه، هو كمان شاف المركب بتاع محبوبته ماشيه راح واخد المركب وساب جنوده وراح جاي وراه. فعلت كليوباترا فعل اغرب من الخيال وهي داخله على ميناء الاسكندريه، امرت الملاحه اللي على المركب يعملوا حاجه غريبه جدا، قالت لهم قيدوا الانوار وانيروا الانوار وحطوا الزينات والعبوا الموسيقى. انت جايه مغلوبه، انت جايه مغلوبه في معركه انهيتك خلاص، اكتيوم دي هي اللي وقعت عصر البطالمه كله وبدات عصر الرومان في مصر. ايه ده؟ ايه قوه الشخص؟ ايه قوه الثبات اللي انت فيه ده؟ وحبيبك خلاص الاولاني اتقتل وشبع موت يوليوس قيصر من اصحابه 44 قبل الميلاد لو انت مهتم بالارقام. خلاص جيت انت قلت له يمين شمال، راحت خلاص. ومع هذا رجعت ودخلت بالموسيقى، اهل اسكندريه طلعوا يستقبلوها قالوا انت كسبتي برافو عليك الف مبروك الانتصار، لان هي ادت الانطباع انها انتصرت.
وهي مهزوم. دخل طبعا صاحبيك التاني اللي ساب جندو ده، وما فيش قائد يسيب الجيش بتاعه. ولكن هذا هو الحب، وهذا هو السحر اللي كانت الصحراء، مش السحر السحر يعني، السحر اللي هو بطريقتها وبشخصيتها. خد بالك بقى، توجد صفة واحدة لم أذكرها لكم، وهي الصفة اللي أنا بتخيل بقى كبسام بقى كواحد كاتب كتاب عن كليوباترا، إن هي دي الصفة اللي جذبت لها يوليوس قيصر وجذبت لها مارك أنتوني. وهتستغرب الصفة دي إيه؟ مش هتفتكر ولا صفة من صفات الملكات، يعني تقولي العظمة، العلم، الشعر، مش عارف مين. ما كل الملكات كانوا علم، وكل الملكات كانوا شعر، وكل الملكات كانوا بيركبوا حصينة، وكل الملكات كانوا بيعملوا كيمياء، وكل الملكات كانوا بيكلموا مش عارف إيه. لكن في حاجة تانية شرحنا مانفريد كلاوس، وده مصدر خطير كبير قوي عندي في الكتاب بتاعي، كانت، ودي بقى نصيحة بقى للسيدات، خفيفة الظل. كان دمها انت قلت ايه؟ كان دمها خفيف. طب عرفنا منين ان دمها خفيف؟ وخد بالك لما تبقى الست دمها خفيف ده حاجة حلوة، لكن انت برضو عارف برضو ساعات المصريات ده ما بيبقى خفيف بايه؟ خفيف تغلس بقى، تقلب بقى الغتاتة بعد كده، تخنف بقى وتقعد وتهز في رجليها اللي ورا وترفع الكعب لفوق والحاجات اللي بيعملوها. لا، اظبطي نفسك، خليكي دم خفيف باحترام، وشك مبتزم بس من غير ابتزاز. القصة اللي انتوا فاهمينها احسن مني. طيب عرفنا منين انها كانت دمها خفيف بس بمظبوط بالمزورة زي ما بيقولوا؟ قصة الشهيرة ان هي وماركوس انتونيوس قاعدين بيصطادوا سمك، دي قصة مذكورة في التاريخ. قاعدين فين بقى بيصطادوا سمك؟ في كانوب، خلاص كده، في كانوب، كويس كده. كانوب دي اللي هي دلوقتي ابو قير عندنا في اسكندرية، ماشي. فقاعدين بقى بيصطادوا في ابو قير بقى اخر فلالي، والجنود بتوع الجيش بقى اللي بيحموا يوليوس قيصر بتاع ده ماركوس انتونيوس وكليوباترا السابعة. وماركوس انتونيوس ما بيطلعش سمك، ما بيصط... قائد جيوش العالم ما بيطلعش بسريايا. ايه ده؟ هم بس عامل لنا وعلي رايح جاي، وعملت تقول لي ممالك، وعملت تقول لي اقرات وبتاع، وانت مش عارف تطلع لي سمكه من كانوب من ابو قير. فالراجل بينه وبينك حس القصه ايه؟ تعرف برضو الرجال عندهم حته حته صغنونه قوي قوي قوي، ان يعني احنا عايزين نبقى كده وبتاع. فراح رايح للجنود، هكذا يقول مانفريد كلاوس، ده راجل عظيم، مؤرخ عظيم. وراح لمانفريد قال لهم ايه؟ حطوا لي سمكايه في الميه من تحت، بحيث لما ارفع قدام كليوباترا او ايه اطلع سمكه، وايه ابقى الواد الايه الفريكيكو اللي ما حصلتش. تمام حضرتك يا سياده الملك. فالمهم راحوا جايين حاطين له سمكه. مين عرفت؟ كذكاء بقى، وهي كانت بقى بنت يعني مجرمه يعني، هي عرفت ان هو اتفق. فراحت رايحه للعساكر قالت لهم طب تعالى نعمل اتفاق على اتفاق. ايه؟ قالت لهم تعالى نحط له بسريايه. انتوا عارفين هي البساريه طبعا، بساريه سمكه بتبقى صغنونه كده، وهو هيشيل، هيتخيل بقى ان هو مطلع بقى حوت، راح مطلع بسريايا، فهتبقى ايه هي هي ونكته يعني. وفعلا الجنود الخونه دول راحوا حاطين بسريايا في الايه في يوليوس. فجاء ماركوس انتونيوس جاير، فراح مطلع بسريايا، فضحك الجميع، دي المفروض نكته يعني، فضحك الجميع. اما دي نكته قبل الميلاد يعني، مش لازم تبقى زي نكتنا يعني، دعابه يعني، مش لازم تبقى زي مره واحد راح زي ايه بتاع يعمل ايه. لا، فالمهم كله ايه ضحك، حتى ان قهقه ماركوس انتونيوس. القصه بتقول لنا كده يعني، صوته عالي قوي في الضحك. حلو كده، خلصت النقطه، خلصت النقطه. بس خد بالك، اي راجل فينا، مش في ماركوس انتونيوس بس، اي رجل فينا يحب يضحك قوي، ويحب الستر دمها خفيف ودندوشه ودلوعه ومش عارف ايه، وخصوصا ان كليوباترا زي ما اتفقنا كان شكلها قبيح، فكانت لازم يبقى دمها خفيف. لان انت عندك مثل هنا يقول لك يا وحشة كوني نغشة. شايف الجيل؟ شايف الجيل بتاع زمان؟ يا بنات انت تقعدوا هنا جنب دول، اقعدوا جنب الصف الاولاني ده تتعلموا اكتر. يا وحشة كوني نغشة، يعني كوني دمك مش هتبقي وحشة، وكمان دمك بقى مش هينفع. طيب، مع برضو احترامي الكبير للايه لكل الناس، لكن جاء لما طلع وقهقة النغشة بقى دي، تيقنت وفي ثانية، هنا ذكاء المرأة، تيقنت وفي ثانية ان ايه
ان هو ضحك اه بس من جواه كرجل في اهانه جامده انا حاسس بيها, وخصوصا لما تبقى ماركوس انطونيوس. خلاص الرجل دائما وابدا ايه اللي هو حته ان هو لا في خط هنا اللي هو تمام, وتمالي الرجل معروف حتى في الاغاني بتاعتنا معروف ان الرجل مش عايز يتعمل فيه كده, ومش عايز وحتى المسؤوليه لا انا بعيد عن قصه الحب دي, ولما انت تحبي بقى ونبقى نشوف ظروفنا عامله ازاي, ودي واضحه جدا حتى في اغانينا. انتوا فاكرين لما انا قلت لكم ازاي الراجل بيهرب من مسؤوليه الحب ومسؤوليه الجواز ومسؤوليه ان هو يروح يجيب هديه لامراه لصاحبته وحاجات زي كده او لخطيبته, يا رايحين الغوريه هاتوا الحبيب هديه, ما تروح انت ده انت غرقت واقف لي في البلكونه, طب نزل السبب بفلوس طيب, لكن يا رايحين الغوريه هاتوا الحبيب هديه ما ذكرش اي حاجه بقى حد دفع فلوس منين, طب هسلف, طب مش عارف ايه, طب هاتلي ذهب هاتي فضه دي. فده زمان. جاء بعد كده عمرو دياب وراح قايل لك يا مين يروح ويقول لها هي اللي انا بحبها, يا مين يروح ويقول لها هو اللي انا بحبها, ما تروح انت خلاص. وانت مستغربه ليه النحنوح الكبير عبد الحليم حافظ, في اكتر من كده نحنحه ما فيش, قولوا له الحقيقه ما تقول له انت. فدائما وابدا الراجل ايه يبعد القصه عن الستات. لا بقى الستات بقى مختلفين عننا بقى شويه, الستات بقى مش هتنازل عنك ابدا مهما يكون, حقي وحاخده لغايه اخر العمر. اخيرا ننهي بالقصه الغريبه, لما قهقه وهي عرفت ان هو اتضايق, فقامت وقالت قولتها المأثوره الشهيره, اتعلموا يا ستات لما القصه تفلت منك لا عليك يا ماركوس, معنى الحديث معنى النص لا عليك, ما تزعلش يعني ما تزعلش ما تتضايقش, لا عليك يا ماركوس انطونيوس, دع صيد السمك لنا نحن اهل كانوب وفاروس. فاروس اللي هي الانفوشي دلوقتي, فاروس اللي هي الانفوشي دلوقتي, فدع لنا احنا اهل اسكندريه بتوع ابو قير وبتوع الانفوشي, دع لنا نحن ايه صيد السمك, اما انت فلك صيد القارات والممالك. لحقت النفس كبرته قدام الدنيا, علته تاني قدام عساكره, وفي نفس الوقت لحقت الموقف علشان ما يتخدش عليها هذا المرأة. وإذا كانت حديثها حلو مثقفة وأيضا ذكية وتعلم كيف تتعامل, ولهذا أصبحت كليوباترا السابعة هي كليوباترا السابعة. أنا أشكركم شكرا جزيلا.